اول حاجه هنيئا الفوز المنتخب المصري اليوم على الكوت ديفوار وخا جات على ضربه الحظ. بالنسبه لي المنتخب غادي يكون عنده واحد المقابله اللي هي صعبه امام منتخب مصر نهار الاحد مع الخمسه. كنتمنوا الفوز اكيد للمنتخب المغربي، غير هي الى استفدنا من الاخطاء اللي غادي يديروا منتخب مصر غادي نفوزوا ان شاء الله. نتمنى والله المقابلة ما بين المنتخب الوطني المغربي ديالنا والمنتخب المصري تكون يكون المنتخب ديالنا في الأوج ديالو وتكون النتيجة لصالحه إن شاء الله، ونتمنى الله يمشي على المدى البعيد في البطولة باش يسترجع الذكريات اللي في الحالة اللي وحنا مشتاقين ليها، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي إن شاء الله. شنو تتوقع النتيجة؟ كنقول إن شاء الله بإذن الله 2-1 لصالح المنتخب الوطني المغربي. المباراة غتكون مباراة صعب، لان كنعرفوا الخصم ديال المنتخب المصري يعني في الدقائق الاخرى كيكون عندهم يعني بعض المستطاع جوج مواطر. كنتمناو انهم المنتخب المغربي ياخذ الحيطه والحذر وان شاء الله يكون خير، لاننا كنعرفوا دابا الحمد لله ولاو عندنا في المنتخب المغربي لاعبين شباب اللي عندهم قدره يعني كيلعبوا يعني خارج الوطن، يعني كتلقى عندهم واحد القدره، وكنتمنوا ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي. المغاربه هذا العام هذا حمرونا وجهنا، كنتمنوا ان تكون شي نتيجه ان شاء الله مفرحه ومزيانه تايقن فيهم ان شاء الله، وهذا العام هذا غيكون الفرق ان شاء الله. المصريين هما خوتنا وحبابنا، حنا كنا عرب كنا غنبغيو لبعضياتنا الخير، ما يحب الوطن اوتوماتيكمون تبغي فرقتك هي اللي تربح، ونتمنوا خير للمنتخب الوطني ان شاء الله بواحد النتيجه اللي هي مزيانه ومفرحه وفي المستوى. المنتخب المغربي منتخب راه من القديم فهمتي، راه كلشي عارفه المنتخب ديالنا راه يدوز نهار الحد ان شاء الله، وعندي ثقه كبيره في المنتخب ديالنا فهمتي، وعندنا بوفال وعندنا اشرف الحكيمي ولوزا. تتوقع انا شي جوج لزيرو عاوتاني اشرف الحكيمي عاوتاني شي كوايفره ديالو غيحطها له في 99 ماشي حتى في 90. وتحياتي لديما مغرب، تحيه للناس ديال المغرب كلهم ومصر حتى هما قوتنا وهي تبقى روح رياضيه فهمتي، ربحونا هما ولا ربحونا، عندي واحد الثقه كبيره في المنتخب ديالنا. الحمد لله على تاهل المغرب وكذلك على تاهل المنتخب المصري. اتوقع المقابله اللي ماشي تجري بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري انها تكون لصالح المنتخب المغربي لعده عوامل. اولا الإدارة التقنية فيت لكن كحجي فيت يلعب مع المنتخب المصري، وتيعرفوا اللعب المنتخب المصري، وخا المنتخب المصري منتخب جيد وكذلك المنتخب المغربي، ولكن نتمنى ونعتقد أن المنتخب المغربي سوف ينتصر على المنتخب المصري. نتمنى يكون فاسير الفجر في المقابلة باش يعطي كرات النصيري. اللاعبين كلهم تبارك الله في مستوى جيد، كنتمناو لما يدوزوا لنا أحسن مباراة هي اللي غتكون دابا، وحكيمي في الطوب وديما غادي يكون طوب. دابا قلنا اللي جابوا لنا حكيمي سخ جابوا لنا ميسي. التوقعات ديالنا ان شاء الله غادي تكون المغرب غادي يكون 3-1 مصر ام الدنيا والمغرب ابوها.